السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبي طلبة الصف الثاني، أهلا بكم مرة تانية مع درسنا الثامن في وحدتنا الثامنة. والدرس ده حبيبي بيتكلم فيه عن الماتيريالز. ماتيريالز يعني مواد خام. تاني حبيبي، ماتيريالز يعني مواد خام. ومديني أمثلة على المواد الخام دي. شكل البلاستيك، يبقى البلاستيك ده مادة خام. الميتال، المعدن، ده مادة خام. بيبر، بيبر ده الورق، مادة خام. جلاس، جلاس يعني زجاج، مادة خام. يبقى تاني حبيبي بلاستيك، بلاستيك، ميتال، ميتال، بيبر، بيبر، جلاس، جلاس. دي كلها حبايبي، ده ازاز حبايبي، مادة خام. طبعا مديني حبايبي بقى حاجات جميلة خالص تحت، بيقول لي مصنوع من الورق، شكل البل، العملة الورقية، والبوك، الكتاب، والنوت بوك يعني الكراسة. يبقى الحاجات دي مصنوعة من الورق. وهنا بقى مهم جدا حبايبي ان انا اعرف كلمة مصنوع من يعني ايه. لازم حبايبي اعرف في الدرس ده كلمة مصنوع من، وازاي اقدر اكون جملة فيها مصنوع من. قال لي مصنوع من حبايبي اسمها is او are، وبعدين بحط كلمة made of. تاني is made of او are made of. طب مثلا يعني حط الاتنين؟ هقول لك لا طبعا، انا عارف ان is بتيجي مع الاسم المفرد و are بتيجي مع الاسم الجامع. تاني حبايبي، is بتيجي مع الاسم المفرد و are بتيجي مع الاسم الجامع. يبقى لو الاسم مفرد هقول is made of، ولو الاسم جامع هقول are made of. تاني is made of و are made of. تعال ناخد مثال بسيط خالص خالص. ده يا حبايبي ده عملة ورقية. طب العملة الورقية دي مصنوعة منين؟ هتقول لي يا مستر مصنوعة من الورق. يبقى انا ممكن اكون جملة سهلة خالص، اقول the bill. the bill يعني العملة الورقية. اقول لك تاخد is ولا are؟ هتقول لي هتاخد is يا مستر عشان هي مفرد، واقول وراها made of، وبعدين اجيب المادة اللي هي مصنوعة منها، يبقى هجيب paper. يبقى تاني the bill is made of paper. يبقى انا لازم احفظ حبيبي التركيبة دي كلها، is made of و are made of. وبعدين بعدها بجيب ايه؟ المادة الخام اللي هي مصنوع منها الشيء. طب تعالوا يلا نشوف الكتاب ونكون عليه جملة برضو مصنوع من الورق. فهقول the book يعني الكتاب. طيب ياخد is ولا are؟ هتقول لي is يا مستر عشان مفرد. يبقى the book is، ها مصنوع من، made of. طب وبعدين هقول لك paper برضو يعني مصنوع من الورق. طب من الشطور يلا اللي هيكون على النوتس بوك؟ ها برافو عليكم، انا عارف ان في ناس كتير قالتها. هتقول the notes book يعني الكراسة. برضو is مفرد، made of paper يعني مصنوعة من الورق. يبقى انا كونت جملة سهلة خالص اهو حبايبي على الحاجات دي اللي مصنوعة من الورق. تعالوا يلا في الصفحة اللي بعدها، في صفحة 85، مديني الحاجات اللي مصنوعة من البلاستيك والحاجات اللي مصنوعة من الميتال. بلاستيك يعني بلاستيك، وميتال يعني معدن. مديني رولر وباج. رولر وباج، رولر يعني مسطرة، وباج يعني شنطة. الاتنين مصنوعين منين؟ من البلاستيك. تعالوا نكون يلا على المسطرة. اكيد الناس خلاص عرفت، هتقول the ruler المسطرة is made of plastic يعني مصنوعة من البلاستيك. طب ما تيجي ناخد حاجة كده مصنوعة من المعدن، شكل الإناء حبايبي. ها the pot، برافو عليكو، is made of metal يعني مصنوع من المعدن. تعالوا كده نشوف الحاجات اللي مصنوعة من الإزاز. glass كوباية، window شباك. يا ترى اعرف اكون بقى جمل؟ نعرف يا مستر. ممكن اقول the glass is made of glass، بس glass الاولانيه معناها كوبايه، والجلاس الثانيه معناها زجاج. the window is made of glass، بس برضو مصنوع من الزجاج. يبقى انا كده حبايبي عرفت المواد الخام وايه اللي بيتصنع منها لازم احفظه، وكمان عرفت ازاي اكون جمله من is made of و are made of. يا مستر بس حضرتك كله كان is عادي. طب ما تيجي ناخد يلا جملة فيها اسم جامع. يعني انا ممكن اقول لك coins. يعني ايه coins يا حبايبي؟ هتقول لي coins دي يا مستر يعني عملات معدنية. طب تاخد is ولا are؟ هتقول لي تاخد are. فتقول لي coins are made of يعني مصنوعة من، metal يعني مصنوعة من المعدن. يبقى لو مفرد ياخد is، ولو جامع حبايبي ياخد are. شوف تحت مديني ايه بيقول ايه. بص كده معايا، بيقول لي a coin دي مفرد، is made of metal يعني مصنوعة من المعدن. يا رب نكون فهمنا درسنا النهاردة. ذاكروا تاني كويس واسمعوا تاني مرة واثنين وتلاتة، وبعد كده حللي الواجب اللي في صفحة 86 و87. يلا بسرعة ما تتأخرش. جود باي، السلام عليكم.